يا كريم، والنقطه دي مهمه جدا، واسالكم انتوا نفس السؤال بالمناسبه، مش هيختلف. عاده واحنا صغيرين في السن اول حاجه بتيجي في بالنا كرياضه، يعني عشان بحكم الشهره والشعبيه، ما نروح نلعب كوره، ما نروح نشترك في فرقه كوره، نروح اختبارات في مركز شباب. ايه اللي خلاك تلعب اللعبه دي؟ هو اللي خلاني العب اللعبه دي كان والدي، علشان انا عمي كان بطل في اللعبه دي، فهو طبعا حب وانا طفل يعني وانا صغير، حب ان هو يخليني اكون زي عمي يعني، فهو اختار اللعبه دي. بعد كده انا بقى بنيت يعني لما كبرت بقى بنيت نفسي انا في اللعبه، وبقى لي اهداف خاصه بي عايز احققها وكده يعني. ما كانش بيقول مثلا ايه عامل لعيبه الكوره دول مشهورين قوي وامورهم اسهل بكتير مننا، ما كنا لعبنا كوره وخلاص؟ لا طبعا، انا والدي وعيلتي كلها لعيبه حديد، بتحب اللعبه بتاعتك. فعشان كده طبعا انا لو لعبت كوره انا كان ممكن يطردوني من زعلوا منك قوي. لازم العب حديد كبيره. عايزينك زيهم.